دنيا بطمة تفاجئ الجميع بنعومة ملامحها. فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها بإطلالة مميزة لفتت الكثير من الأنظار وأظهرتها من خلال صورة التقطت لها خلال الحجر المنزلي ونشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستغرام. وبدت فيها وهي ترتدي بيجاما بلون وردي زاهن وتعتمد تسريحة الشعر الناعم، وأكثر ما أثار الاهتمام هو بروز ملامحها الناعمة والجميلة رغم عدم تطبيقها للمكياج، وحققت من خلال هذا اللوك أكثر من 61 ألف إعجاب بحسب مجلة لها. ورغم أنها منعت خاصية التعليقات إلا أن المتابعين تمكنوا من إبداء آرائهم من خلال بعض الحسابات التي أعادت نشر الصورة على التطبيق، وأعرب معظمهم على إعجابهم بجمالها. كما أن الفنانة المغربية دنيا بطمة نشرت هذا المقال عبر خاصية أستوري بحسابها على الإنستغرام، ويشار إلى أن دنيا بطمة لفتت الأنظار في وقت سابق من خلال إعلان تبرؤها من نجمة المواقع المثيرة للجدل والمدعو سارة، والتي تشير في المقاطع التي تنشرها إلى أنها شقيقتها، وهو ما نفته دنيا من خلال خاصية أستوري على حسابها على الإنستغرام، وأشارت إلى أن لديها شقيقتين فقط هما إيمان وابتسام. بسبب برنامج رامي الجلال، أشرف بن شرقي يتعرض لعقوبة قاسية. عقب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم اللاعب المغربي أشرف بن شرقي بعدما خصم منه مبلغ 500 ألف جنيه مصري بسبب مشاركته في برنامج رامج مجنون رسمي الذي يعرض خلال شهر رمضان بقنوات الإنبيسية. وأكد مرتضى منصور في تصريحات هاتفية لبرنامج على مسؤوليتي عبر قناة صدى البلد: سيتم خصم نصف مليون جنيه من أي لاعب يظهر مع رامي الجلال في برنامجه. وتابع: أبلغت الإدارة المالية في النادي منذ 3 أيام بخصم نصف مليون جنيه من مستحقات أي لاعب في الزمالك ظهر أو سيظهر في برنامج رامي الجلال. وأكد رئيس الزمالك قائلا: تم تطبيق العقوبة على طارق حامد بخصم 500 ألف جنيه من مستحقاته، وأبلغته بنفسي بالقرار، ولا أعرف هوية بقية اللاعبين الذين سيظهرون في البرنامج، علما أن خالد الغندور قال إن اللاعب المغربي أشرف بن شرقي شارك في رامز مجنون رسمية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.